الخير يا مولانا. مساء الخير. والنبي عايز اتكلم معاك كلمتين. اتفضلي. ياه، كل دي كتب؟ ما انا اصلا محضر رساله. لو النبي، لو النبي بلاش تحضر وانا موجوده. حتى ما انت مش خالصه. الهي يسترك. انا محضر رساله دكتوراه. دكتوراه؟ وناوي تبقى دكتور في ايه ان شاء الله؟ دكتور في الفلسفه. عارفه يعني ايه فلسفه؟ ها؟ طبعا عارفه. لو انت فاكرني جهله ولا ايه؟ ده انا سقطت خمسه ابتدائي 3 مرات. برافو. يعني كان فاضل لك سقطه كمان وتاخدي الابتدائيه. دمك شربات يا مولانا. بنت اللي عسل. ان شاء الله يخليك. الا الفلفسه دي فاني حته في الجده في الدماغ عدل. يا ساتر يا رب، الشر بره وبعيد. ياما كان نفسي اكمل علامي وابقى محترمه. علامي بلا نيله، ده انت كده احسن كتير. اهلا. ابويا الله يرحمه كان باش جنيني قد الدنيا. هو باين عارف يزرع ويغرز غصون جميله. ان شاء الله تعيش. ولما القرش جري في ايده لفت عليه واحده ملعب، ضيعته وضيعتنا معاه. ام الله يرحمها ما استحملتش، ماتت بحسرتها. اضطريت اسيب المدرسه واجري ورا لقمه العيش. والله اللي ينفع شرف. بس الوحده، الوحده بعيد عنك قرف. مرات ابويا الله يرحمها وقفت حالي، اكملني ما رضيتش اتجوز الواد ابنها. وقفت حالك ازاي؟ وربطتني في ديل العوانس. ما تبقيش كده، انت حلوه زي القمر والف واحد يتمنى تراب رجليكي. ما هم بيقلبوني قردة في عينين الهرسان. هم مين اللي بيقلبوني؟ حابس حابس. بص، كل واحد يهوب ناحيتي يا تحصل له نصيبه تبعده عني يا يشوفني قرده في عينيه. ما ده كلام؟ مرات ابويا الهي يكحمها مطرح ما هي قاعده عامله لي عمل معقود بعقده وشليطه. مدفون تحت ضفر نمله. نمله؟ والنمله بتجري في بلاد الله لخلق الله ومحدش من السحرين عارف يلاقيها. سايقه عليك النبي، سايقه عليك النبي. ساعدني يا مولاي ساعدني. طب انا مستعد اساعدك بس على شرط. شبيك لبيك، كل اللي هتقول عليه هيكون بين ايديك. سيبك من حكايه النمله دي خالص لان ده كلام فارغ. الجواز اسمه نصيب. اهو نصيبي متعلق في ضفر نمله. نصيبك متعلق بسلوكياتك، باسلوب معاملتك مع الناس. طول ما انت عصبيه وحمائيه العرسانه هتكش منك. فكرك اعمل زار يمكن يهديني. زار ايه بس؟ امال اعمل ايه؟ حافظي على تاج الانوثه، خليكي دايما راقيه هاديه ناعمه. يا حلاوه. صدقيني عقدتك حلها في ايديكي بقى. يعني فكيت عقد الخلق كلهم وجاي لحد عقدتي وربط؟ انت ما عندكيش عقد ولا حاجه. تكونش فاكرني هستغل الجيره وما تكش عرقك. عرقي؟ لا، ده انا فنجريه ودفيعه. اسال عني كل المشايخ. ده انت مدمنه مشايخ بقى. انا الحق عليا اللي جيت لك. صدق اللي قال عمر القريب ما يشفي ولا يطيب. طمني يا قمر، انت مش عايزه تتجوزي؟ لا، انا عايزه النمله. حبيب لك النمله. طب قلت يلا يا مولانا، مستني ايه؟ مش لما تحضر الطلبات الاول؟ طلباتك ايه؟ زر ورد احمر مزمهر. ماشي. وحمامه بيضة مشهشهة. اهو كده الشغل. وبخور وحنه جاوي. ماشي. وريالين فضة. بس. ده عشان خاطر. الله يخليك لنا يا مولانا.
ربنا يجعله بالرضا والصلاح. وما تنساش تغير اللمبه المحروقه اللي في ثاني الدور. بالعلاية البي والاولاد بيخافوا من الضلمه. اطمني يا هانم، طول ما احنا ماشيين على عهد اللي واخده عليهم عم مسباخ مفيش خوف. ربنا يسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قفشتك انا الصالح رامي. المرة دي هضحك قدام كل السكان يا مدام. وما قام سيد الكتالوني، انا ما طلبتش حاجه من حد، ده هم اللي بيدوني عشان اوصل. وصل ايه؟ النذور بسيطه، بروح احطها على باب الجامع. جامع؟ حسب تعليمات عم مصباح كله يروح على باب الجامع. وجامع من كام شقه لغايه دلوقتي يا حرامي؟ ده انا هخرب بيتك. فوت قدامي. على فين؟ اوريك فين باب الجامع عشان تعرف توصل صح يا حرامي. يلا قدامي. والعهد منصوص فيه ذكر بط من كل شقه. دي جوده وكل برغوت على قد دمه. في شقة بتجود بشوية سكر، وفي شقة تانية بتجود بشوية شاي تموين. وفي شقة بتجود بخرفان. خرفان؟ وديكروم. إن شاء الله ربك تطفحه. قول بصراحة. أبوس جزمتك، ما تصغرليش كده. كلم يا صباصي. وما قام سيدي الكتالوني هقول لك على كل حاجة. بنها! نفر واحد بنها، اركبي بسرعه يا مدموزيل. يا اختي المصايب دي، انا جاي الاول. معلش يا ست، خدي الاوتومبيل اللي بعده. اللي بعده ده ايه؟ انت ما عندكش نظر. انا عايز اريحك واركبك لوحدك جنب سواق بدل القرن ما يتص في السكه. اللي اتقدر اديها كنتها كاسته وصلي على النبي. بنها بنها نفر واحد. عودك عودك، سيب اللي في ايدك وتعالى معايا دلوقتي حالا. خير خير بالقوي، خير بالجمله. تعالى معايا نقيم صندوق عم مسباخ وعدته متلقحه في المنور. نايم على فين؟ على فوق. يلا بينا. ادي الشكمه جايه فيها هدوم وكتب وعده الشغل. افتح. ربنا يفتح عليك يا مولانا ويرجع الخير على ايديك من تاني. انما بالعافيه يا استاذ، حضرتك تعرف تسلك في الشغلانه دي؟ اسلك ونص. تحب اسخطك قرد؟ لا الطيب احسن. جرايك يا اوده، لو الاستاذ مش هيعرف يعمل اللي كان بيعمله عم مسباخ، طب ده عليه زغره عين توقع الطير من على الشجر. هو مسباخ يقدر يعمل اللي انا اقدر اعمله يا جهله؟ كان بيعمل اسباخ. قولوا لي كده، كان بيعمل اسباخ؟ كان بيفك ويربط ويقرا الفنجان ويشوف الكف. طب بيفتح الودع؟ لا ما كانش بيفتح الودع. انا بقى هفتح الودع وارطس الجدع واعمل حجاب مسحور. حجاب مسحور لو شافوا القمر ما يدور. كلمني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. اي زبون اي زبون يسال على اسباخ انا موجود يا حراميه. اهو كده الشغل يا مولانا. مولانا وصل يا باشمهندس. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضل صاحبي. من هنا يا فندم. اتفضل استريح. خير؟ حصل ايه؟ اتسرق مني 4000 جنيه يا مولانا، كنت شايلهم هنا في بيتي. عايز سعادتك تعرف لي مين في الثلاث نسوان دول؟